القوات الإسرائيلية أزالت القرية من الوجود نهائيا بعد ما طوقتها لحماية جرافات الهدم. وتعد قرية العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف إسرائيل بها. مراسلنا إلياس كرام ينقل لنا صورة الوضع من هناك. لم تبق الجرافات الإسرائيلية خلفها شيئا في قرية العراقيب سوى الدمار. في غضون ساعات قليلة كانت القرية الواقعة إلى الشمال من بئر السبع في صحراء النقب أثرا بعد عين. بيوت الصفيح المتواضعة على ما فيها من مقتنيات بسيطة دمرت بالكامل وشرد أهلها الذي يفوق عددهم 300 نسمة. حوطونا من كل ناحية، ما عرفنا ناخذ قنية مية أو نشيل حاجة أو أي حاجة نصيدها من نيانتي. وش نسوي؟ كل حاجياتك ظلت هون؟ كل حاجة والله، تخوت جداد، خزاين جداد، إيش بقول لك؟ والله ما شلنا كان كم من هذرو منا إحنا بس الكبار. مع خيوط الفجر الأولى كانت القرية على موعد مع ضيف ثقيل. آلاف عناصر الشرطة والوحدات الخاصة أتوا مدججين بأسلحتهم تحت غطاء جوي. طوقوا القرية ووفروا الحماية لآليات الهدم. هذه الدولة مش قاعدة تتراجع عن أعمالها الإجرامية في الشعب العربي، سواء في داخل الدولة أو في خارج الدولة. عاثوا خرابا في المكان، فلم يسلم أي شيء من أنياب الجرافات. لا الحجر ولا الشجر ولا حتى الطيور. لقد قتلوا الحياة هنا، لكنهم لم يقتلوا روح الصمود والتحدي في نفوس الكبار والصغار، وشرعوا في إعادة بناء ما دمر. بطل عندنا بيت، احنا نضلنا قاعدين هنا ما بنروح على رهط، احنا خواننا هنا، بطل لنا بيوت، هدموا بيت سياح، هدموا بيت اسماعيل، وهدموا بيت جمعه. قرية العراقيب واحدة من 45 قرية تتناثر في صحراء النقب لا تعترف إسرائيل بوجودها، رغم أنها قائمة قبل تأسيسها وتسعى إلى تهجير أهلها وتجميعهم في 8 تجمعات سكنية أقامتها لهذا الغرض. هذا تطهير عرقي نعتبره، وتهجير قرية بأكملها ومحي هويتها ونقلها من الأرض واستيلاء على الأرض على أساس أنهم يزرعوا الأرض أشجار ويصادروها لدائرة أراضي إسرائيل، وهذا مرفوض رفضا تاما. يعيش في النقب 185 ألف عربي، نصفهم في القرى التي لا تعترف إسرائيل بها، وهي تعمل على تجميع أكبر عدد منهم على أقل مساحة من الأرض وتوزيع أقل عدد من اليهود على أكبر مساحة ممكنة. كانت هنا قرية اسمها العراقيب مسحتها إسرائيل عن الوجود. يقول أهلها إنهم سينهضون حتما من بين هذا الركام لإعادة بناء بيوتهم والبقاء فوق هذه الأرض ومواصلة تصديهم لمشروع تهجيرهم المستمر منذ نكبة عام 48. إلياس كرام، الجزيرة، من أنقاض قرية العراقيب، صحراء النقب. ومع الآن من مدينة الناصرة رامز جريسة، رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية داخل إسرائيل. سيد جريسة، علمنا أنك كنت موجود في العراقيب اليوم وشهدت ما حصل، هل تعتبره مقدمة لقيام إسرائيل بتدمير 45 قرية أخرى لا تعترف بها بنفس الطريقة؟ مساء الخير. بداية صحيح، كنت ضمن وفد لجنة المتابعة العليا التي توجهت إلى قرية العراقيب تعبيرا عن الدعم والتضامن من جهة، وللتداول في الخطوات المستقبلية على ضوء هذه الممارسات الإسرائيلية تجاه الأهل في النقب. ما حدث في العراقيب ينذر بمصير مشابه لما يسمى بالقرى غير المعترف بها، وهي قرى قائمة بمعظمها حتى قبل 48. قرية العراقيب أزيلت من الوجود، لم يبقى منها إلا ركام والمقبرة، والمقبرة هي الشاهد، الأموات هم الشهود على الأحياء، هي الشاهد على وجود هذه القرية منذ مئات السنين، لأن هذه المقبرة هي مقبرة كبيرة وبها دفن أجيال من الأهل الذين عاشوا في هذه المنطقة. والهدف الأساس هو الاستيلاء على الأرض، لأن إمكانية إيجاد حلول قائمة
ولكن لا تريد المؤسسة الإسرائيلية بأي حال الوصول إلى حلول تعطي الفرصة للناس للعيش بكرامي وببيوت الحق. طيب. بالمأوى هو حق أساس لكل نعم. إنسان في كل مكان، وهذا التوجه هو عقاب جماعي يطال الكبار والصغار والأطفال، حقهم أن يحظوا بمساكن وليس فقط بمساكن نعم. حقهم أن يحظوا يعني بخدمات يحدث بمدارس بروضات يعني أطفال هذا الاستيلاء والعقاب الجماعي يعني لا يعقل نعم. ما يجب. هذا ما تتحدث عنه لا يحدث فقط في الأراضي المحتلة في الضفة في داخل الخط الأخضر، يعني كمخطط لتطهير عرقي تمضي فيه إسرائيل، هل هناك آلية لوقف هذا المخطط؟ طبعا يعني من يملك القوة يملك القرار وينفذ، نحن نملك الحق ونملك الإصرار ونملك مقاومة هذا التوجه. هناك تصعيد في حملات هدم البيوت ليس في منطقة النقب فقط، وإنما بشكل خاص في منطقة النقب في المدن الساحلية، هناك أحياء كاملة هي عبارة عن قرى، مثلا في منطقة اللد والرملي قرية دهمش غير المعترف بها والمهددة أيضا بيوتها جميعا بالهدم، زيادة في وتيرة هدم الأبنية بحجة البناء غير المرخص في منطقة المثلث مثلا وديعارة، وهذا التصعيد والموجه فقط للوسط العربي بحجة البناء غير المرخص، لأن هناك آلاف أوامر الهدم القضائية القائمة حتى في مناطق يهودية في مدن يهودية بنيت بدون ترخيص، ولكن لا تجري عمليات هدم هناك، الهدم يتم فقط في المناطق العربية، وهذا الخطر هو خطر داهم. نحن نسعى نعم. لتصعيد النضال في مواجهته، نسعى إلى الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، إلى السفراء لتشكيل ضغط يمكن أن يخفف من أخطار هذه القضية. رامز جرايسة رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية داخل إسرائيل، شكرا جزيلا لك.